أنهت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخميس الماضي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية، وهو ما جاء متماشيا مع توقعات المحللين واستند الخبراء في توقعاتهم على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، إلى أن معدلات التضخم رغم انخفاضها في نوفمبر الماضي ولكنها لا تزال مرتفعة، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة. للمزيد حول هذا الموضوع تحديدا ينضم إلينا صوتا وصورة الأستاذ طارق حلمي الخبير المصرفي. أستاذ طارق أهلا بك. يعني في البداية تعليقك على قرار البنك المركزي طبعا بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المحلية. أنا أعتقد طبعا هو قرار صحيح، خاصة أن ما زال زي ما أنت ذكرت حضرتك أن مستوى التضخم او العائد او يعني سعر التضخم ما زال عالي، بيتراوح بين 25 و26%، فبالتالي ما زال مرتفع. واحنا طبعا بيهمنا في المقام الاول ان احنا نحمي القطاع العائلي، لان ارتفاع الاسعار بهذه الوتيره 25% سنويا او 26% سنويا، والاقصى ما بيحصل عليه المواطن هو 20%، فده في جزء من الحمايه للمواطن والقطاع العائلي عموما. فبالتالي طبعا عايزين نقول ان البنك المركزي قدامه كل المعطيات، احنا مش قدامنا كل المعطيات او كل الاسباب اللي ادته لاتخاذ هذا القرار، لكن فيما هو واضح الينا ان هو هذا هو قرار صحيح في الوقت الحالي، وطالما ان سعر التضخم ما زال مرتفع فاعتقد ان تثبيت سعر الفائده هو الاتجاه الصحيح في الوقت الحالي. يعني يمكن ان نقول ان هذا القرار جاء متماشيا مع مستويات التضخم. حضرتك احنا بنقول ان كل ما ينزل التضخم احنا هنقلل الاسعار وهنقلل الفوائد، الكلام ده مش هيحصل، لان طول ما في مستوى عالي من التضخم، يعني 25% معناه ارتفاع الاسعار بنسبه 25%، لما كان 30% معناه ارتفاع الاسعار بنسبه 30%، مش معنى ان ينزل من 30 ل 25 ان الاسعار هتنخفض 5%، لا، هو وتيره ارتفاع الاسعار بتقل، بدل ما كانت بترتفع ب 30% سنويا بترتفع ب 25% سنويا. فبالتالي هي بس عملت وتيرة ارتفاع الأسعار، لكن أولا وأخيرا ما زالت الأسعار بترتفع، بس بنسبة أقل مما كانت بترتفع به في الأعوام السابقة، يعني بدل ما كانت ترتفع 30% في 2017 حاليا بترتفع ب 25%، فبالتالي القطاع العائلي أو قطاع الأفراد أو كل ده الأسعار بترتفع عليه، فأنا لازم أحافظ عليه وأدي له برضه نوع من الميزة نوعيًا، هو يحصل على سعر عائد على الودائع بتاعته على الأموال بتاعته سعر عالي شوية يعوضه شوية عن ارتفاع الاسعار اللي حصل في الفتره السابقه نتيجه تعويم الجنيه المصري او ما شابه يعني. طيب ما هي الاسباب الرئيسيه لارتفاع الاسعار والوصول لهذا الوضع؟ التعويم، انت عارفه ان احنا طبعا احنا ضعفنا سعر او تم تخفيض سعر الجنيه بمقدار النصف، يعني بدل ما كان الدولار ساعتها ب 8 جنيه وصل حوالي 19 و20 في بدايه التعويم. فبالتالي احنا دولة مستوردة، يعني احنا لو شفتي على الميزان المدفوعات والميزان التجاري بتاعنا احنا دولة مستوردة، فبالتالي اغلب احتياجاتنا بنستوردها من الخارج، فالاسعار تضاعفت، بدل ما كنت بتستوردي وبتحسبي الدولار على 8 جنيه بقيتي تستوردي وتحسبي الدولار على 16 و17 و18 جنيه، فبالتالي اغلب الحاجات سواء السلع المستوردة كاملة الصنع او المواد الاولية او الحاجات اللي هي بتخش في الانتاج عموما كلها اسعارها تضاعف، فبالتالي السعر تضاعف مع هذا الارتفاع. نأمل إن شاء الله مع اتجاه ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار إن احنا نبتدي نخفض في مستوى أو يبتدي مستوى أو سعر التضخم يبتدي يقل، وبالتالي تبتدي الأسعار تقل. فده وضع طبيعي مع أي تعويم، خاصة يبقى تعويم ويبقى فيه نوع من الانخفاض الكبير في سعر العملة المحلية، ده بيبقى وضع طبيعي. فنتمنى إن شاء الله مع الأعوام القادمة إن هم يتم إن شاء الله التعويض شوية بارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار أو العملات الأجنبية عموما، وبالتالي نقدر نحصل على السلع بصورة أو بسعر تقريبا مناسب لفئات الشعب عموما. يعني توقعاتكم جاءت متوافقة مع القرار التي قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة. يعني أنا طبعا ضد الناس اللي بتقول لا ده قرار بالصح أو مش قرار صح أو عشان نبني بيه الاحتياطي النقدي او نزود، لا، الاحتياطي النقدي اللي هو بالعمله الاجنبيه انا ضد هذا يعني الراي، يعني لان اولا واخيرا احنا عندنا قطاع كبير من الشعب، خاصه زي ما قلت لك القطاع العائلي، الارامل، المعاشات، كل ذلك بيعتمد على ايراده اللي داخل من البنوك والعائد على هذه الايرادات. فانا لابد زي ما انا بعمل معاش تكافل وكرامه او ما شابه عشان اعود المستويات الاجتماعيه المختلفه، انا بحاول اساعد هذا القطاع يعني.
طيب سيد طارق، يعني من وجهة نظرك وكخبير مصرفي، خلي بالك ان ارتفاع سعر الفايدة نعم، يعني ما هو المستهدف لدى البنك المركزي من تثبيت اسعار الفائدة؟ هو امتصاص السيولة من السوق. انت عارف التضخم، يعني التضخم في حاجه اسمها تضخم هيكلي وفي اسمها تضخم اخر. احنا عباره التضخم عموما هو بيكون زياده الطلب عن المعروض. يعني لو عندي مثلا سلع قليله والطلب عليها زياده، فبالتالي هيؤدي الى ارتفاع السعر. فانا بحاول اقلل الطلب ده بان انا اسحب السيوله من السوق من الناس اصحاب هذا الطلب، بحيث اقلل الطلب شويه على الجزء القليل المعروض، فيبتدي يحصل توازن شويه في الاسعار. لكن احنا اللي حصل عندنا مش التضخم، ما كانش بهذا الشكل، هو اسمه تضخم هيكلي نتيجه لتعويم الجنيه المصري، ادى الى ارتفاع الاسعار. يعني لا كانت مرتبطه بالطلب ولا كانت مرتبطه بالعرض. فالتضخم ده مش هيقل نتيجه سحب السيوله، هيقل نتيجه ان شاء الله ان هو ارتفاع قيمه الجنيه امام الدولار في الفترات القادمه. طيب من وجهه نظرك ايضا، ما هو الوقت الانسب لاتخاذ قرار بخفض اسعار الفائده على الايداع والاقراض؟ اعتقد ان الوقت الانسب لما يبتدي سعر التضخم يوصل لمستويات معقوله. يعني هو توقعات البنك المركزي ان هو هيوصل على اخر 2018 حوالي 13% بلس اور ماينس، يعني زائد او نقصان 3%، ممكن يوصل 16 ممكن يوصل 10. فبالتالي عندما تنخفض هذه الاسعار او لمستوى التضخم بهذا الشكل، ممكن يبتدي البنك المركزي يخفض في اسعار الفائده. انا يعني لا يخفى على احد ان طول ما اسعار الفائده عاليه، الدولة بتتحمل جزء من هذه الفوائد في السندات والأذونات اللي هي بتطرحها، فبالتالي هي بتتحمل عبء أكبر من مما تتحمله لو تم تخفيض سعر الفايدة. وبالتالي طول ما بتدفع فوائد كتير بيزيد العجز في الميزان المدفوعات بتاع الدولة. لكن احنا برضو لازم نراعي البعد الاجتماعي زي ما ذكرت قبل كده، ونراعي برضو الهيكل الاقتصادي الموجود عندنا عشان أقدر أنهض بالاقتصاد إن شاء الله على 2018 و2019. نعم، الأستاذ طارق حلمي الخبير المصرفي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.